فساد لا يترك مؤسسة حكومية إلا واستشرى فيها، وها هو يتفشى في دائرة التنفيذ التي وضعت في منزل متهالك مساحته لا تتجاوز 400 متر مربع، ويستأجر ب1.5 مليون من أموال الدولة عكس أقرانه في المنطقة. مدير يمتنع عن اللقاء ليكلف أحد معاونيه المتنفذين. الإيجار العالي وبسبب ضيق المكان، فالوزارة والسيد المدير العام المحترم وجهنا للبحث عن دار أكبر من هذه الدار لغرض استيعاب هذا العدد الهائل من المراجعين ليراجعون مديرية تنفيذ كربلاء. يحضر الموظفون الساعة 8 صباحا وتفتح أبواب التنفيذ الساعة 9 وتغلق بعد ساعتين فقط من فتحها بحسب مراجعين، علما أن توجيهات حكومة كربلاء يستمر الدوام الرسمي للساعة 3 مساء. عدد ملاكاتها أقل من 28 موظفا ليستقبلوا باليوم الواحد ما يقارب 500 مراجع، ولضيق أماكنهم يقفون وسط الشارع بمنظر يندى له الجبين. تجي الساعة 8 الصبح تلقي أغلب المراجعين نساء قاعدات بالشارع ممنوع يدخلن للدائرة، بالتسعة فتحوا الباب. ساعة هسه حاليا الساعة ب11 ساد الباب المدير يقول ما نتقبل بعد أي مراجع، وقبل ساعة هو ساد الباب. مواطن شو يسوي يعني؟ إذا لو يحط محامي 500 ألف لو مثلا ما يكمل شغله؟ يعني هسه صار ساعة أنا الابنة تتخربط بها سكر، قلت لهم بس كملوا لي شغلي. صار ساعة واقف هنا لحد ما كمل المحامي يطب جوه يطلع أوراقه ويقلب على راحته، والمواطن يبقى لو تدفع 500 للمحامي لو شغلك ما يمشي. مواطن يكفل أحد الأشخاص بمبلغ معين ليتفاجأ بجعله كفيلا دائما لنفس الشخص ليقضي بقية عمره يدفع ديون أي ذنب، ويشير بأصابعه إلى التنفيذ لمعرفة كيف ومتى وهو لا يعلم. مكان لا يليق بالمواطن ويحتاج إلى نظافة وإعادة تأهيل، ولا يوجد ما يدل على التوجيهات الصحية وخلية الأزمة في التباعد الاجتماعي. أنا كفيل على مبلغ 4,340,000، دعوني أنه المدان موقوف، جيت كفلت على هذا المبلغ ووقعت وكل المستمسكات موجودة على مبلغ 4,340,000. تحولت كفالتي أوتوماتيكية من يم التنفيذ، يعني مو أنا رحت وسويت دعاوي يابا أنا كافل على مبلغ 4,300,000، شلون يسوون كفيل دائم؟ رحت للمحكمة، حتى للمحكمة العليا رحت، أنا محكمة الساعة هم رحت يابا بس نشوفوا لي في الثغرة القانونية أنا ليش سويتوني كفيل دائم؟ ما أعرف السبب شنو، وين المشكلة وليش يعني يسوون كفيل دائم، وين أروح، وين يعني منو اللي يحل مشكلتي؟ ما أعرف. قصاص التنفيذ المتهالك الذي يقصده العديد من المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتأخرة بسبب قلة الموظفين. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.